باب المد والقصر. إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لق الهمز طولا، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، بخلفه ما يرويك درا ومخضلا، كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، ومفصوله في أمها أمره إلى، وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولا، ووسطه قوم كآمن هؤلاء، إيالهة أتى لليمان مثلا، سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولا اسألا، وما بعد همز الوصل إيتي وبعضهم يواخذكم ألان مستفهما تلا، وعدني لولا وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا، وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، وعند سكون الوقف وجهان أصلا، ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين الوجهان والطول فضلا، وفي نحو طه القصر إن ليس ساكن، وما في ألف من حرف مد فيمطلا، وإن تسكن اليا بين فتح وهمزة بكلمة لواو فوجهان جملا، بطول وقصر وصل ورش ووقفه، وعند سكون الوقف للكل أعملا، وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا، وفي واو سوآت خلاف لورشهم، وعن كل الموءودة قصر وموئلا.